المضادات الحيوية وطريقة تناولها من الأمور التي أثارت بعض الجدل مؤخراً، لكن في ذات الوقت يحاول باحثون هنا في بولندا تطوير تقنيات لفهم البروتينات في جسم الإنسان وتركيبها وعلاقتها بالإنزيمات المرتبطة بالبكتيريا وكيفية مواجهتها. سنتجه معاً إلى جامعة يجلونيان حيث يتم تصوير هذه البروتينات لفهمها بصورة أدق، ونطلع معاً على كامل العمل المخبري لتصوير هذه البروتينات. سأريك كيف نقوم بتجارب البلورة في مخبرنا. أول ما نقوم به هو الحفاظ على البكتيريا لأنها تنتج البروتينات، وذلك عبر وضعها في درجة حرارة دافئة وتعريضها للاهتزاز. وكما ترين تنمو البكتيريا وسط سائل داخل زجاجات كهذه. رائحتهم قوية بعض الشيء. The smell is a bit, نعم، لكن لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك. بعض البكتيريا لها رائحة أسوأ بكثير من غيرها، بينما هذه تعتبر من الأنواع الأفضل. بعد أن ننتج البروتينات من البكتيريا، نحتاج لتنقيتها باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة أو ما يعرف بالاستشراب، ونقوم بذلك في هذا الجهاز لنفصل تلك البروتينات عن بعضها. لماذا تحتاجون لفصل هذه البروتينات للقيام بالبحث في مرحلة لاحقة؟ يعني لا يمكن استخدام جميع البروتينات الموجودة؟ لأن هناك الكثير من البروتينات في البكتيريا، ويجب فصل البروتينات التي نحتاجها عن تلك المرتبطة بالبكتيريا باستخدام هذه الأجهزة، وبعد ذلك نقوم ببلورتها كما ستشاهدين في المخبر المجاور. عادة نحفظ البروتينات في البراد لأن الحرارة المرتفعة لا تناسبها. الآن سأخذ هذه العينات ونبدأ مرحلة بلورة البروتين. البروتين موجود لدينا بشكل قابل للذوبان، ونحتاج لتشكيل بلورات منه عبر القيام بتجربة البلورة باستخدام هذه الشرائح هنا. إذن غريغ، كل ما رأيناه للتو هو فقط عملية تحضير البروتين لتتم بلورته لاحقاً. ما الذي سيحدث الآن هنا؟ الآن سنقوم بعملية البلورة، وسأخرج البروتينات من هذه العبوات وأنقلها إلى أنابيب أصغر لنتمكن من إدخالها في الروبوت، وبعدها نمزج البروتينات في محلول البلورة لنشكل بلورات كريستالية صغيرة. الروبوت يأخذ المحلول لينقله إلى شرائح البلورة، ويقوم الروبوت باستخراج البروتين من الأنبوب الذي وضعناه بداخله، ومن ثم يضعه على شريحة البلورة في قطرات صغيرة جدا. ونحن نحاول أن لا نستهلك الكثير من تلك البروتينات لأنها قيمة جدا بالنسبة لنا. الآن البروتين أصبح على الشرائح. إذن غريغ، الروبوت يقوم بمعظم عملية تحضير البروتين لتتم بلورته، وهذا بالتأكيد سرع العملية كثيراً. لكن بالنسبة لجودة البحث الذي تقومون به، ما الذي أضافه هذا الروبوت؟ تماما كما ذكرت، الروبوت يسرع العملية برمتها، لكن الأهم من ذلك أن يحسن من جودة التجربة، إذ يمكننا حقن هذه البروتينات بكميات أصغر بكثير، وبالتالي لا نستهلك الكثير منها. الآن نأخذ العينات من الروبوت ونغطيها ونضعها على الرف لحوالي أسبوع، لأن المواد الكيماوية تحتاج وقتا للمعايرة قبل أن تبدأ البلورات بالتشكل. وبما أن هذه المرحلة تستغرق وقتا طويلا، قمت بتحضير بعض العينات مسبقا لأريك تتمة مراحل التجربة. الآن سنتحقق من وجود البلورات باستخدام المجهر لأنها دقيقة جدا. نعم، بات لدينا بعض البلورات.
الآن سأصطاد واحدة منها من المحلول ومن ثم أنقلها إلى النيتروجين السائل لتجميدها. سأغلق الغطاء حتى لا تتبخر. طبعا هذه الأبخرة المتصاعدة من السائل هي بسبب شدة برودته. درجة حرارة هذا السائل هي حوالي 190 درجة تحت الصفر، وذلك لتشكيل طبقة حماية لبلورات البروتين التي تمت بلورتها كما أخبرني غريغ منذ قليل. كل ما حدث الآن هو لتحضير هذه البروتينات للتمكن من التقاط صور عالية الدقة لها لفهم طبيعتها، أليس كذلك؟ ما الذي سيحدث الآن غريغ؟ ما هي المرحلة القادمة لالتقاط هذه الصور؟ بدأت البروتينات محفوظة لدينا الآن، ويجب أن نلتقط بعض الصور للجزيئات الخاصة بها كما نرى على الشاشة. هذا مثال لصورة التقطناها سابقا، ونقوم بقياس درجة لمعان ووضعية هذه البقع، وبعد القيام ببعض العمليات الحسابية نتمكن من معرفة وضعية الذرة على نحو دقيق وكذلك شكل البروتين بأكمله. هنا بإمكاننا رؤية صورة مبسطة لهذا البروتين، بينما التجربة تعطينا وضعيات كل الذرات التي قد تلاحظينها هنا. وعندما نقرب الصورة يمكننا أن نرى المسافات بينها، وهذا ما يهمنا بشكل أساسي في هذه التجربة، لأننا نستخدمها في تصميم مركبات الأدوية. بعض الناس يحتاجون لإنتاج جزيئات كيماوية صغيرة تثبط نشاط بروتينات مختلفة في أجسادنا، وللقيام بذلك نحتاج لفهم كيف ترتبط الجزيئات بهذه البروتينات، وهذا تماما ما نراه في عملية البلورة وكيفية تعديل الجزيئات حتى نعزز أو نمنع من ارتباطها ببعض البروتينات. ولأن البروتينات عالية الأهمية في أجسامنا، نريد أن نفهم كيف تعمل، ومن خلال دراسة هذه الذرات وكيفية تفاعلها نبدأ بفهم كيف تقوم البروتينات بما تقوم به في أجسامنا. Yes, indeed. Thank you so much, Greg, for all this information. قبل أن أنتهي، أردت أن أشارككم هذه الصور التي أراني إياها Greg في وقت أبكر اليوم قبل البدء بالمقابلة. وهذه الصور هي لجزيئات البروتين كتلك التي رأيناها الآن، لكنها التقطت منذ حوالي 40 سنة تقريبا، وهذا أيضا يرينا كيف تطورت دقة التصوير وتقنيات التصوير للحصول على صور عالية الدقة لجزيئات البروتين، وبالتالي فهم طريقة ارتباطها ببعضها البعض. المزيد من التقنيات المتعلقة بالحمض النووي الأسبوع القادم في فورتك.